للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الهرمسي الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة، عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، رئيس لجنة التطعيمات. دكتورة مريم، بعد التحية، ما هي العوامل التي تقف خلف هذا الإنجاز المتمثل بوصول البحرين لمليون شخص بين مواطن ومقيم حاصل على الجرعتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أن وصول عدد المتطعمين من الجرعة الثانية في مملكة البحرين إلى أكثر من مليون شخص بنسبة 80% من إجمالي سكان المملكة، أولا هذا بفضل من الله وبفضل حكمة وسياسة حكومتنا الموقرة للتصدي لجائحة الكورونا. هذا الإنجاز يعكس مدى وعي المجتمع البحريني وثقافته الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته الرشيدة. قد سجلت البحرين إقبالا ملحوظا من قبل المجتمع من مواطنين ومقيمين لأخذ هذا التطعيم المضاد لفيروس الكورونا. وكما تعلمون فإن مملكة البحرين بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، سباقة في تقديم أفضل الخدمات الصحية وأهمها الخدمات الوقائية، ودأبت على توفير اللقاحات ذات الجودة والفعالية العالية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وحققت بذلك السبق والريادة في التصدي للجائحة بشتى الطرق الوقائية والتشخيصية والعلاجية. واللقاحات أثبتت فعاليتها كأحدى أنجع الطرق الوقائية للسيطرة على تفشي الأمراض المعدية، وبالتالي فإن أخذ التطعيم للوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس الكورونا كوفيد-19 كان لها دور فعال في احتواء الجائحة. لذا وضعت مملكة البحرين في هذا الصدد خطة لتوفير هذه اللقاحات التي أثبتت بالتجربة فعاليتها في الوقاية من الإصابة بالفيروس. لذا فإن توجيهات القيادة بمملكة البحرين إلى توفير هذه اللقاحات مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وجهود فريق البحرين الوطني للتصدي للجائحة ووعي المجتمع وإقباله على أخذ اللقاح والتعاون والمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم، كل ذلك أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل بوصول البحرين لمليون شخص مواطن ومقيم حاصل على جرعتي التطعيم. نعم دكتورة مريم، من خلال موقعك كرئيسة للجنة التطعيمات وعضوية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، هل هناك توجه لتسريع خطوات عملية التطعيم بهدف زيادة هذا العدد المستهدف؟ نعم، مملكة البحرين تعمل جاهدة على زيادة عدد المتطعمين، وهذه الزيادة في بين أفراد المجتمع للتطعيم ضد الإصابة بالفيروس طبعا يقلل من انتشار الفيروس ويساهم في المناعة المجتمعية اللي احنا ندعو من خلالها جميع المواطنين والمقيمين اللي أعمارهم 18 عام وأكثر، خصوصا كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة. إذا ما أخذوا التطعيم لحد الآن ندعوهم للمبادرة بالتسجيل وأخذ التطعيم لتوفير الحماية لهم ولأهلهم وللمجتمع البحريني، هذه أولا. نعم. كذلك أدعو أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أطفالهم البالغين من 12 إلى 17 سنة لأخذ التطعيم، كذلك هذا بيوفر الحماية الكافية لهذه الفئة عند حصولهم على التطعيم، وهذه من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الجميع وعلى أساس اكسابهم المناعة ضد هذا الفيروس اللي تسهم في تقليل انتشار فيروس والقضاء عليه، وإن شاء الله نصفر مثل ما نقول العدد إلى صفر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بإذن الله. نعم دكتورة مريم، يبقى التعويل على وعي المواطن والمقيم في إنجاح الخطة الوطنية للتطعيم من خلال الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا. دكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة، عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، رئيس لجنة التطعيمات، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.